الركلة الترجيحية الأولى داني وأوبلاك، داني حطها في المرمى، ضربة ترجيحية وركلة ناجحة لريال مدريد من كاول كورتوا وانتظار ساول وكورتوا ساول وفي القائم يا الله أمام حارس عملاق بإمكانيات أوبلاك رودريجو أوبلاك رودريجو حطها بروعة 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 هذا رودريجو يا دييغو غير متأكدين توماس وكورتوا توماس يلعب هو ضاعت نعم ضاعت كورتوا العملاق كورتوا تؤكد الانتصار واللقب مودريتش في المرمى مودريتش يقرب مدريد أكثر الكرة تريبار إنقاذ أتلتيكو يا تريبير تريبير يبقي أتلتيكو في الملعب يبقيهم ويحيي أمالهم والمدرب أتلتيكو يا أوبلاك راموس ميرينجي جميل ميرينجي جميل الكابيتانو القائد بطل السوبر الإسبانية في جدة راموس خلص سيرخيو أنهاها ريال مدريد في أرضية الملعب يفوز على أتلتيكو في الترجيح يفوز على أتلتيكو ملعب